سيف يا سيف، قوم يا اخوي. ادهم، الحمد لله بالسلامه يا اخوي. الله يسلمك يا اخوي. الحمد لله بالسلامه. طب مش كنت تقول انك جاي عشان اعمل حسابي؟ مش يمكن عمك جابر حاطط رجال عشان يركبوك؟ وانا عارف ان ده اللي هيحصل، متاكد منه كمان. بس اعمل ايه؟ خلاص زهقت وتهكت يا اخوي، وعايز اخلص من الهم اللي انا فيه ده، واخلص الست اللي ملهاش اي ذنب اللي هي مرتي. مالك يا سيف؟ في ايه يا اخوي؟ ولا حاجه، هقول لك بعدين. المهم انت ناوي على ايه؟ ناوي ارجع النجح واكتب تابع على سامي بنت عمك. يعني انت اللي خص عليك يا سيف؟ انت تشك في اخوك انه يعمل كده برضه؟ امال هتعمل كده ليه؟ ومرتك لما هتعرف هتقول ايه؟ خلاص انا قلت لانجي وهي موافقه. انا مش فاهم حاجه يا ابني. خليهم يعرضوا البت دي على دكتور، يمكن لما يكشف عليها ويعرف انها صخ سليم يعرف ان البت دي اتبلت عليك. ما هو لو ودوها لدكتور يا سيف هيعرف ان هي مش صخ سليم ولا حاجه، وهيعرف ان كلامها صح وصح الصح كمان. صح كيف؟ ما تتكلم. يعني لما تحدثت مع ساميه بنت عمك يا سيف يا اخوي، قالت لي ان هي على علاقه بواحد تاني. يا نهار اسود، واحد مين؟ ما هي ما رضيتش تقول، وده اللي فور دمي، وعشان كده ربطها فصرخت وجريت في الشارع وقالت اللي قالته، اتبلت عليا. وايه اللي سكتك طول المده دي؟ بستر عليها يا سيف، بنت عمنا لحمنا ودمنا. انت عجدت الموضوع اكتر واكتر يا اخي. يعني كنت اقول لابوها عشان يقتلها يا سيف؟ لا، كنت فكر بعقلي يا اخي. كنت تكلم ستك بدريه، تكلم امها، اهم حريم ويعرفوا يخلصوا مع بعض. ده هيبقى طار ودم، ما حد هيعرف هينتهي متى. عاجبك كده؟ محدش بيرد هناك، ويا عالم ايه اللي حصل؟ انا هقوم اشوف ايه الحكايه. انا جاي معاه. تجي معايا فين؟ اقعد هنا.